هي توظيف إعادة توظيف هذه الميليشيات الإرهابية من تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات ضمن معسكر التنمو. والدليل على ذلك في عام 2020 تم استخدام 400 مدرب بريطاني وأمريكي إلى هذا المعسكر والعمل على تطوير ما سمي بجيش المغاوير في تلك الفترة. حتى بعض الصور أدلت أن كثير من هذه الميليشيا جيش المغاوير تحولت إلى أيضا ما سمي قوات الثورة السورية نعم بين هلالين، كانت قيادات من داعش. يعني كان هناك صور واعترافات حتى من قائد سابق لجيش المغاوير بأن الولايات المتحدة الأمريكية زجت بعديد من هؤلاء.